السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الأتيبيكال البكتيريا، بس البكتيريا اللي يحتاجها نقول عليها مايكرو أورجانيزم which have a complex unusual nutrition requirement and must be grown in rich media. هذه البكتيريا سميتها أتيبيكال لأن ليها احتياجات خاصة غير معتادة للنمو، وبتنمو على ميديا لازم تكون ريتش غنية جدا. الاكزامبل لهذه الاتيبيكال بكتيريا ريكيتسيا طبعا على راس القائمة اللي بيهتم بيها جدا، كميديا المايكروبلازما الهيليكوباكتر بايولين الكامبيلي باكتر الخاص جيجوناي هيموفيلوس انفلونزا هستيريا مونوسايتوجينز نيسيريا غايوري نيسيريا مينينجايتس ستريبتوكوكس نيوني الهيبك او هيكس اللي عملوا عليها خلاص اتش اي سي اي كي ايسك المورغزيلا التارز ايروموناس كوريني بكتيريا السيرلاس انسراسس روسيلا اوركديلا مالي وفرانسيلا توليرانس. الامراض دي كتيرة جدا بس احنا مهتم بعض الحاجات ناخد منها مسألة مهمة، وعلى رأس القائمة يأتينا الريكيتسيا. والريكيتسيا هي أوبليجيت، وخلي بالنا من الكلام ده عشان خاطر واحنا بنذاكر ترو أند فولس مالتي تشويس. ريكيتسيا كاركترايز باي انتراسيلر جرام نيجاتيف بكتيريا ترو موست ار زونوتيك، يعني زونوتيك يعني كان سبريد تو ذا هيومن ثرو انيمال اور ارثروبودز، ارثروبود الحشرات زونوتيك يعني امراض مشتركه مع الانيمالز. الريكيتسيا بالتكاثر بتاعها السيتوبلازم بتاع خلايا الابيثيليا بنوع على الاندوثيليا بتاع الاندوثيليا سيل، والسمول اندوثيليا سيل دي اللي هي بطانات الكابيلاريز والارتريول الصغيره. ايضا في السمول سماسل سيل اللي موجوده في الكابيلاري والارتريول بتعمل فيهم التهاب نكرة نوتايز بينكروزس فازيكورايتس، يعني التهاب وريدي او التهاب اوعية دموية مرتبط ب ان هو حصل فيه عملية تدمير للأوعية الدموية نكروز شهرة. خلي بالنا من الجزئية دي. بتعمل فبرايل يعني ترفع درجة حرارة ما تركزش، تعمل بلاكتش يعني بيحصل ألسر مصحوب بيه لون أسود بيبقى موجود فيه. يهمنا بس بعض النقط المهمة، ولكن يهمنا اللي جاي بعرفه مع الاستاذ اللي اتكلمنا فيه. الريكيتسيا بتسمى مجموعة الطيفس جروب، الديزيز بيعمل ايبيديميك طيفس يعني مرض خاص بتعمله ريكيتسيا بروزاكي، بتنتقل عن طريق اللوس اللي هو الأمر والريزرفوار بتاعنا اللي هو الهيومن بتنشر هيومن ممكن تبقى موجوده فيه كمان ناتشرال. المورين تايفوس او الانديميك تايفوس ريكيتسيا تايفاي ينتقل عن طريق الفري اللي هو البراهيد والرودنت ناتشرال هوست وبرضه بيسيب الهيومن. السكراب تايفوس اورينتا توستو جو موشور ده خلاص ريليتد لعالم ياباني برضو المايت كانفكتور بينقل والرودنت هي ريزرفوار يعني حامل وتستعنى تنقل المرض للإنسان. استكمل مجموعة السبوتد فيفر جروب يعني سبوتد تايفس احفظه ايبيديميك مورين سكراب تايفس نعرف المسببات تمديره وتوفير. المجموعة سبوتد فيفر جروب البوتنسياني فيفر ريليتد لبلد اسمها بوتنسيا افريقيا ريكيتسيا كورني ديك وبرضه هنا ريزرفوار نورمال رودن ديك والناس اللي بتربي وعايشه مع الحاجات دي ينتقل لها المرض. روكو ماونتن سبوتد فيفر ريكيتسا ريكيتسي او بتطلع عن طريق تكس رودن سوتوكس ريكيتسا البوكس بناء عليها بتعمل ريكيتسا الاكاري المايتورز اللي هو الفيكتور اللي بينقل عن طريق مص الدم، والمايس برضه هو يعتبر فيكتور وفي نفس الوقت هو حامل للمرض منه. بقى في مجموعات أخرى متنوعة زي الكيو فيفر أو كوكزيلا بيرنوتي
ما لهاش فيكتور حشرة، ولكن موجودة في الحيوانات زي الكتل والتشي والجود. الناس اللي بتتعامل مع الحاجات دي بينتقل لها ويحصل فيها حمى اسمها كيو فيفر. ترينش فيفر بنقول على روكوليليا أو روكوميليا كوانتيتا. روكوميليا كوانتيتا بينتقل عن طريق اللوس، والريزرفوار بتاعنا هو اليوم. كل ده كلام كويس أعرف، بس المرض مسببه البكتيري ليس أكثر ولا إلا. التشخيص بتاعنا في هذه الأمراض مجموعة التايفس جروب أو سبوت جروب عن طريق ناخد، عشان ده بيبقى فيه فيفر، بلاد سامبل أو السيرم. ناخد عينتين تو سامبل في الأكيوت ستيج كونفاليسنت، يعني بعد ما الأعراض تعدي ويحصل تحسن باخد من واحد اتنين، خلاص باخد منها برضه سامبل. يبقى عندي سامبل أكيوت، سامبل آخر يتاخد من الكونفاليسنت ستيج بعد أسبوع من اتنين من انتهاء الأعراض. باخد سكين ليجن أو أوتوبسي إذا كان في حصلت وفيات، أو باخد البادي لايس وأبدأ أعمل أخد منه وأعمل أيزوليشن. هنا الأيزوليشن بتاعنا بتاع هذه البكتيريا ما بتبنى على الكولونز المعتادة العادية دي، بتحتاج تيشو كالشر، وأنا عندي سيل كالشر. تيشو كالشر اللي بيعمل عليه عزل هذه البكتيريا اسمه شيل فايرز، اسمه شيل فايرز. أعمل أيدنتيفيكيشن لهذه البكتيريا والنوع، أعمل سيتوسك إفكت في الخلايا، أيدنتيفيكيشن بواسطة الإميون فلورسنت أنتي بودي تكنيك اللي هو أنتيجين وأنتي بودي، وأعمل بيهم إيه ديتكشن. والأنتيجين بيبقى خلاص هو اللي بيحصل له ديتكشن، والأنتي بودي بيبقى ليبلت بمادة الأيزو سايو فلورسنت أيزو سايو سينيد. المادة دي مشعة لما باجي أعرضها للألترا فايولوت لام اللي هي بتاعة أو اليو في بتاع الميكروسكوب الفلورسنس، تعمل إشعة وميدي لونه أبيض، عشان كده بعمل ديتكشن لو حصل فعلا رياكشن للأنتيجين والأنتيبودي، عشان كده بتبقى سبيسيفيك. البي سي آر أيضا من التجارب التشخيصية في دايركت ديتكشن مباشرة، بعمل إميونو هيستو كيميكال ديتكشن، يعني هيستو باثولوجي عينة باثولوجي، ولكن بستخدمها بصبغ بشوف فيها بعض التغيرات في الخلايا اللي هي استهلاك زي كربوهيدرات او فات او بروتين، بتظهر معايا في السكشن اللي باخده من التشو المصاب بهذه البكتيريا، فبيبان دي تشخيصيا. في عندي برضه حاجه اسمها انستيو هايبرديزيشن، ده برضه تكنيك زي قريب كده من البي سي ار، فبنقول عليه عمليه مودفايد او ريال تايم بي سي ار، اللي هو بعمل فيه هايبرديزيشن يعني اختراق للدي ان اي، واخد الجين بعمل له ديتكشن اللي هو بيعمل. اخر حاجه اللي هو برضه متابع مكمل للهايبرديزيشن، في بي سي ار عادي اللي هو في بي سي ار ريال تايم بي سي ار. النوع التاني كوكزيلا، كوكزيلا بيرنر تي، تعمل ايه؟ مرض كيو فيفر، مواصفاتها البكتيرولوجي ريبليكيت انترا سيلو جرام نيجاتيف بكتيريا، موجوده بسرعه عالميه، موجوده في كل سبيس بطريقه تنتقل للهيومن. الترانسوشن عقدو كده بدي فكرة، مش طالب من حضراتكم ان انت تتعمق فيها، هي مصر كومن رول بتاعنا تنتقل عن طريق الايروسولز او الانهاليشن او اللي هو كونتامينيتد بالدست اللي هو بين الانفكتد انيمال او الهيومن. خلاص تو هيومن هي بتنتقل من انيمال للهيومن، لكن مفيش هيومن تو هيومن ترانسفير. الريسك طبعا الناس اللي بتتعامل مع هذه الانيمال طبعا هو الاميون كومبرومايز. التجنيز ده اللي يهمني طبعا، وده اللي هو choice for which hands most mortal important points. sampling منين؟ لما البلد اتفقنا في الأكيوت باخد بجمعها على ايديتا وافصل او السيرم في الأكيوت الكونفاليشن اللي هو بعد 2 لـ 4 أسابيع، ممكن اخد السبيوتم، بعمل حاجة اسمها دايركت اللي هي اكس هي ايدنتيفايد للتيشو بدايركت اميونوفلورسين تكنيك. بيعمل اكزامن لليجن بتاع البيشن، باخد الاقي في اندوكارتايتس التهاب في عضله القلب الداخلي. ممكن استخدم الهيستو او الاميون هيستو كيمباي كيمستري، وبستخدم الايزافي ديتكشن. بي سي ار او نيوكليك اسيد ديتكشن من الحاجات الهاي سنسيتيف جدا ديتكشن، بقدر اعمل ديتكشن لل المولكولار ديتكشن اللي هو الكوكزيلا بيرنر تي او الكيو فيفر في عضلات الاندوكارديوم. ايزوليشن على اللاب انيمال
بيقول لك نوت ريكومندد عشان هي خطيرة جدا، ممكن تنتقل للشخص للشعب. بنعملها بايو سيفتي، معمل بايو سيفتي ليفل سي، هذا من الحاجات البيولوجية خطرة جدا. بتتزرع على تيشو كالتشر سموفير وسيل وإمبريت تشيكن أو يوك ساك، يعني من الإنكليشن شال فايل سيستم، وأعمل كونفرميشن بواسطة الإميون فلورسنت أنتي بودي تكنيك، أو نقول عليها البولوكلونال أو المونوكلونال أنتي بودي. تاني بكتيريا من عائلة اللي هي الأتيبيكال، الكلاميديا. الكلاميديا من الأبلوجيت انتراسيلر، بنقول عليها بارازايت، مش هي بكتيريا بس بنقول عليها بارازايت. ليه؟ لأن هي متطفلة كاملة على الخلية. سمول ونون موتايل جرام نيجاتيف بكتيريا. ليها تروبيزم، يعني كلمة تروبيزم يعني المكان المحبب اللي يتهاجر عليه وتتمركز فيه. السكويموس إبيثيليا والماكروفاج سيل بتاع أي جهاز، جهاز تنفسي ريسبيراتوري اند جاستروسينال تراك. بتعمل خلاص التهاب خلاص، او مرض بنقول عليها اللي هو على الترايكوما، يعني نوع من التهابات في القصبة الهوائية مصحوب بتضخم جدار القصبة الهوائية. بتعمل لينفو جرانولوما في انرام، او بنقول على مرض شبيه بالامراض السرطانية في جهاز الاوعية الليمفاوية، تضخم كل الليمف نودز. بتعمل خلاص حاجة اسمها الفيستيكوزيس، مرض اسمه يطلق عليك الفيستيكوزيس. كلاميديا تبع عائلة الكلاميديا سي، اربعة سبيشيز كلاميديا، ترايكوميتس ونيمونيا افكت الهيومن والبيستيكوبي، كلهم الأربعة سبيشيز نون موتايل بكتيريا، نون موتايل بكتيريا جرام نيجاتيف بكتيريا، فيها دي ان اي وفيها ار ان اي انتيجنز. يبقى الفاميلي عندي اللي هو اللي هو اللي هما بيعملوا بتاع الكلاميديا، بتأثر على زي ار كونسيدر از ا فيروسز. ندور سؤال، ذا بكتيريا ويتش ريزمبل ذا كاركتر اند بروتس اوف فيروسز از، انا اختار كلاميديا. ليه؟ ايه سبب ان هي شبيهه بالفيروس؟ عشان فيري سمول جدا، شبيهة بمقاسات الحجم السايز بتاع الفيروس، تصل ل 0.45 مايكرون، وتعدي من الفلتر بيبر اللي هو بنعزه. اوبليجيت انتر سيلولار بارازايت زي ار كونسيدر خلاص ناو، معتبرها كان معتبرها بكتيريا معتبرها فيروس. ليه هي بنعتبرها فيروس؟ الاولاني اللي هي اما شبيهة الفيروس عشان صغيرة جدا فيري سمول اوبليجيت انتر سيلولار. طب ليه هي بنعتبرها بكتيريا؟ عشان هي لها انر واوتر ممبرين سيميلر لجرام نيجاتيف بكتيريا، تحتوي على دي ان ار ان اي، فتستطيع ان تعمل سنسايت تسمنا البروتين بتاعها والنيوكليك اسيد والليبل، الفيروس مش هيعرف. زي ارس السلطون اللي هي تقدر بتتاثر بالانتي بودي، عشان كده قلنا لا دي مش فيروس دي بكتيريا. بعد كده نخش على الفكره بس على النموني. هو النمونية وبيبقى هيومن باسوشن ميلي، خلاص بيعمل اكيوت ريسبيراتوري ديزيز، ده اللي يهمني كده كلمتين، يبقى اكواير نمونيا. الانفكشن بتاعنا بيبقى بيعمل عندي النمونيا بتاع الركاز التنفسي، بنشترك فيها كذا حاجة، منها ستريبتوكوكس نمونيا، منها الهيموفيلس انفلونزا، ودول بيبقى ريسك فاكتور على الكاردي فاسكولار، بتعمل روماتيزم في القلب وتأثر على الكورونري ارتري. البيستيكوزيس الأخيرة عائلة من الكلاميديا أو ستريم أو جروب. البيستيكوزيس أو بنا على الإيرنوسوزيس، ده بيصيب اللي موجود في البردس، بيصيب الرومان اللي بتعمل مع البردس، بينتقل عن طريق الدرايت فيس بتاع البردس، يخش عن طريق الانهاليشن الاستنشاق لهذه الأكلات الملوثة بالبكتيريا. والدوام الديزيز بيبقى بياخد شكل من سيفير مايلد تو سيفير انفلونزا، وبتقلب بعد كده بنمونيا وسيبتلسيميا، وتصل إلى التهاب سحائي شديد جدا من انجو انسيفالايتس.
ازاي اشخص مجموعة الكلاميديا؟ الكلاميديا ما بعرفش ازرع من البكتيريا التي لا تزرع على اوردينري ميديا، ودي الاسئلة المعروفة ولازم ابقى عارف الكلام ده. تزرع على ايه؟ على خلاص تيشو كلتشر، اعمل ليها ديتكشن زي ما عمليا بالفلورسنت انتيبودي تكنيك. ممكن ايه تاني؟ قال لك الاليزا، الميونو اليزا او الميونو خلاص السي، خلاص نيوكليك اسيد اللي هو موصول بيه البي سي ار، موصول بيه البي سي ار. التجميع عشان اخد اللاب دايجنوز بتاعي، السامبلنج باخدها منين؟ سامبل باخد دايركت سامبل، باخدها مباشرة. لو في وومن، في السيدات باخد من السيرفكس، باخد مساحات. بس طبعا لازم ابقى شرط ان مفيش استخدام فاجينال دوش او كريم او اي ميديسن تاثر على هذه البكتيريا عشان يعملها ديتكشن موجوده. بستخدم خلاص باخد الكلاميديا بسترايل سواب اميديتلي وانقله في ترانسبورت ميديوم. اليورين سامبل بتاعنا ممكن برضه باخد يورين سامبل، ده باخد هنا يفضل تجميع على الاقل يورين يكون محتبس او كولكتد، ان انا ما انزلش اي يورين مده ساعتين. يعني انا عشان خاطر اعرف اعملها ديتكشن في اليورين لازم شرط ان انا نوت يورينيت لمده 2 اورز اند كولكت يورين سامبل. ثم بعمل الكالشرنج على التيشو كالشر او سيل كالشر، بستخدم حاجه اسمها ما اللي هو الماك كوي، ده كونتينوس سيل لاين تيشو كالشر انكبيت تايمر ال 24 ساعه. بعد كده باخد الخلايا اللي هي نامت دي وشو السيتوبلازميك افكت واصبغها، فبيظهر عندي انترا سيتوبلازميك انكلوجن بودي، بتظهر بالفلورسنت ليبل مونوكلونال انتي بودي. فاكرين قلنا الانتي بودي اللي تيجي بتاع الفلورسنت تكنيك بيتبقى عليها معلمه بمواد مشعة اللي هو فلورسنت ايزوسايتوسينيت، هو ده المقصود بكلمه فلورسين ليبل مونوكلونال انتي بودي. بنيجي حطينا على العينه اللي هي بتاع الخلايا اللي فيها الانكلوجن بودي، فبالتالي هي بترتبط بالخلايا وتظهر الانكلوجن بودي عندي بالتكنيك ده. في تكنيك تاني اسمه ليبر انتنسيف اند اكسبنسيف، خلاص ده عذرا قصدي نتكلم على الفلورسنت بودي ان هو مرهق مكلف في نفس الوقت بياخد شغل كتير. في بعض الاورجانيزم بتنتقل عصابة نقلها او الترانسبورت بتاعها هي كريتيكال، ليه؟ لان هذه الخلايا حساسه جدا بتاع البكتيريا وما كانش يتم عزلها سريعا بتموت، مش مناسبه جدا لان انا اعمل ديتكشن لكميات كبيره من العينات ان انا استخدم موضوع تيشو كلتشر خلاص انتجريت. استخدم المقصود ده ميونو فلورسنت تكنيك عن طريق ان انا بعمل اسوابي وبعمل ستيم بالفلورسين، وبعد كده بشوف خلال ساعتين يبدا تظهر لحد ما تجربه الدايركت ديفرنس مش غاليه شويه، وبعمل بيها ديتكشن للاورجانيزم يكون مهم جدا. مش مهم، مش برضو ما اقدرش ان اطبقها على الكميات الكبيره من العينات. انا بدي فكره بس عن التستات، مش بشرحها ومش طالب من حضراتكم تخش في تفاصيل وتعرفها. بس الانزيم اسيه او الاليزا ستاندر انتيجين كابتشر تكنيك، السنسيف بتاعتها توصل 80%، سبيسيفيستي 90% قليله اقل من 90، احيانا في فولس بوزيتيف. برضو مش مناسبه ولكن بوبيولار تيست يعني عادي مستخدم. البي سي ار نوكليك اسيد لا غبار عليها، التيست هو التشويس الرئيسي وخصوصا في حاله الجينيتال انفكشن. اخد عينات منها واعمل عليها البي سي ار، السنسيتيف بتاعتها تصل ل 95% والسبيسيفيستي يعني خلاص نوعيا وحساسيه تصل الى 100% وسريعه خلال 3-5 ساعات تدي النتائج، وبرضه اقدر اطبقها على عينات اليورا. منها مايكوبلازما، جميله خالص مايكوبلازما. المايكوبلازما وشبيهه المايكوبلازما اللي اسمها يوروبلازما، smallest free living microorganism صغيرة جدا تعيش حرة منطلقة، تستطيع ان هي تعدي من البكتيريا الفلتر عشان صغيرة جدا، ليك اوف سيل وول عشان كده ما تتأثرش بالانتيبيوتيك اللي بيشتغل على السيل وول. الول بتاعها عبارة عن تريبل
layer membrane rich في مادة الكوليسترول والليبيدز جرام نيجاتيف بكتيريا. الستين بتاعها بيتر ستين باي جيمسا ستين نان سبور نان فلاجيليتد بكتيريا. فكرة برضه مش طالب من حقكم بس يا ريت بصوص بتعمل اتيبيكال نمونيا وجينيتال نمونيا بتعمل نمونيا بس بصورة مختلفة عن نمونيا بتبقى شديدة شوية وبتعمل التهابات في الجاسترونستاينال وفي الجينيتال تراكت. في منها سترين اللي هو النمونيا ريسبيراتوري تراكت الهومونيس دي في الجينيتو اللي هو جينيتال ويورينري تراكت او جينيتو يورينري تراكت. مايكوبلازما جينتيلم دي في ريسبيراتوري تراكت. اليوروبلازما يورينيتيكا مشهورة جدا اصابتها في جينيتال او جينيتو يورينري تراكت. ده كلام اللي احفظه ده كلام اللي احفظه وذاكره. اعرف دي مسميات التست فكرتها مش طالب تفاصيل كتيرة. اعرف هنا التست هنا ده سيل كالتشر ده بنستخدمها سيل كالتشر. هنا اليورين سامبل بيشتغل عليه بالنسبة لي الفلورسنت ودي عندي برضو هنا ان انا بستخدم البي سي ار برضه بستخدمه على غير سامبل. بعد كده الدايجنوز بتاع المايكوبلازما بيعتمد على العينه منين حسب المكان اللي في الاصابه. سبيوتم لو ريسبيراتوري او ثروت ووشن يعني غسيل في الحل. يرسرن خلاص او سيرفايكال فاجينال سواب. سيمنال فرود اللي هو السيمن واليورين والاندوميتريوم اللي هو ان هو بايوبسي مساحات من الرحم. في تال بارت لو في عمليه ابورشن والامنيوتيك فلود. ايه الفلود اللي انا ترانسبورت فيها خلاص المايكروبلازما. الصلاين او الاكستراكت اللي انا في المايكروبلازما لازم يكون غني بيست اكستراكت و20% هورس سيرم وفي حوالي من نص الألف مايكرو ملي جرام بنسلين. هنا واحدة دولية انترناشونال يونت لكل ملي بنسلين بنسلين جي اللي هو المائي. أو بستخدم مادة اللي هي التريبتيكيز سويا بروس ده خلاص بيحافظ على المايكروبلازما وأعمل لها ستورد عند ماينس 70 لحد ما اعمل لها بليتنج اور نوت يعني ازرعها او لا. الميكروسكوب المايكوبلازما فيري سمول بوليومورفيك يعني بوليومورفيك يعني شكلها كوكو وصلاي ومره ليها فلامنتس يعني خيطيه عشان كده بوليومورفيك يعني متعدده الاشكال. النمو تايم اورلي ستيند ويز جيمس ستين يعني بتصبغ بجيمس ضعيف جدا يعني بهتانه بتحتاج سبيشال ستين اللي من على الجيمسة هي أفضل حاجة وساعات فيها اللي هي الدينز ستين والكريستال فايلوت والأكريدين أورانج بيشتغلوا عليها كويس جدا. بتزرع إزاي؟ بتزرع على سوليد وليكويد ميديا عشان خاطر أقدر يعني لازم زي كده قريبة تضطر تقول لازم أعملها الأول الريتشمنت الأول. البروس اللي بستخدمه عشان خاطر أنميها وأقويها اليست اكستراكت هورس سيرم فينول ريد بنسليم او بلوميكسين خلاص انفي انفو 99 انفو 90 بي ده بديل للبنسليم ده ارض برضه بديل للبنسليم. ازرعه على وسط هوائي عند درجه حراره 35. اي تشينج في البي اتش او التربيلتي تعمل سب كالتشر على الميديا يعني مجرد ما البروس يظهر التغير في البيتش بتاعه او في اللون او يحصل عليها كاره معناها ان البكتيريا بدات تنمو باخدها اصبها في طبق مخصص للاعجار بتاعه. وهنا الاعجار بتاعنا مشهور جدا اللي هو من البيبلو ميديا اللي هو مكون من اللي هو مايكوبلازما اجار بيس هورس سيرم فينول ريد بنسيليم بيس اكستراكس يوريا سوليوشن وارجينين. لو انا بهزر اليوروبلازما يبقى لازم يبقى فيها الميديا يوريا. لو هعزل مايكوبلازما هومنس يبقى لازم يبقى فيها ارجينين وهي بتحب ثاني اكسيد الكربون بيعملها انكيبيت في سي او 2 او الكاندل جار. والبليتس تبقى خلاص ببدا اعمل لها انسبكشن ديلي
وبكبرها تحت الميكروسكوب لحد 40 اكس الطبق عشان اقدر اشوف شكل كولوني اللي بيظهر في صورة فرايد ايج ابيرنس او كولوني لكل من الهومينس، وتبقى سمول دنس كولوني بتبقى مكثفة جدا في اليوروبلازما. ده شكل كولوني اللي هو فرايد ايج ابيرنس الشكل ده، وده لازم اكبرها عشان اشوفها. الليجونيلا، الليجونيلا دي انيروبيك جرام نيجاتيف مايكرو اورجانيزم نوت ايزلي ديتكتد اند كالتشرز از فاستيديوس، صعب انها عزلها جدا. منها حوالي 64 جروب 48 سبيشيز، من 48 سبيشيز فيها حوالي 64 سيرو جروب. ليجونيلا خلاص نيموفاليا سيرو 1، سيرو جروب 1 هي تعتبر اخطر باثوجينيك سبيشيز من ليجونيلا على الهيومن. موجوده في الليكس في الانهار والبحيرات، وبتبقى دايما الارتفيشال ووتر سيستم. موجوده في الكولينج تاورز، موجوده في الشاورز، موجوده في السبا والسويمنج بول، ميديكال سبيرات. ده كل دي وسائل لنقل الليجونيلا. الليجونيلا بتعمل اسمه ليجونيريز، ده اعراضه في شبيهه بالنمونيا، اعراض خلاص التهاب رئوي، كحه وفيفر وما شابه ذلك، ومصل فتيج وصداع. كل ده كلام بتعمل حاجه اسمها بونتيك فيفر. البونتيك فيفر ده الليجونيلا بكتيريا بتعمل اعراض سيميلر للليجونيريز، بتاخد حوالي من 2 ل 5 ايام. انا بمر عليها سريع اللي انت مش مطالب منها، بس تاخد فكره ان هي امراض تنفسيه. عشان لما نيجي نتكلم ازاي بنبدا نسامبل، اخدها من سبيوتم واعمل مايكروسكوبيكال اكزامينشن بسيلفر اللي هو امبريجنيتد خلاص ستيل او امونو فلورسنس ميثود، او اعمل كالشر على بفر شاركول ييست اكستراكت في من 2 ل 5% ثاني اكسيد كربون لمده 10 ايام. ممكن اعمل ديتكشن بالمون فلورسنت في عينات اليورين، اعمل ديتكشن للسي اس بيسيفيك سيرم انتي بودي ان هو بيس التتر بتاعه بيعلى، دي ممكن اعملها بالاليزا، ممكن استخدم البي سي ار في تشخيص الليجونيلا. ده يا جماعه كانت خدنا كده كام مثال سريعا وختمنا بالمايكروبلازما. على اساس كده تبقى كان تكنيك كده سريعا. دلوقتي بك البكتيريا نذاكر طرق هو اللاب دياجنوز، هو اللي يهمني جدا السامبل، الدايركت مايكروسكوبيكال ابيرنس، الكالشر سواء على فلويد ميديا او على ادوار الشكل المميز، هي دي كاركترز. لو في جروبنج او سب جروبنج للبكتيريا السرطان هو ده اللي يهمني في البكتيرولوجي في الكورس بتاعه على طول. شكرا جزيلا وتحياتي لحضرتك، السلام عليكم.